بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 80 بعد 100. الحمد لله على فضله وإحسانه، الصلاة والسلام على خير خلقه وخاتم أنبيائه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، وبعد، فما زال الحديث معكم موصولا من كلام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله عن القضاء والقدر وما يتعلق به. يقول رحمه الله: وفي الحديث الصحيح سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها إذا أصبح موقنا بها فمات من ليلته دخل الجنة. فقوله أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي اعتراف بإنعام الرب وذنب العبد، كما قال بعض السلف: إني أصبح بين نعمة تنزل من الله علي وبين ذنب يصعد مني إلى الله، فأريد أن أحدث للنعمة شكرا وللذنب استغفارا. فمن أعرض عن الأمر والنهي والوعد والوعيد ناظرا إلى القدر فقد ضل، ومن طلب القيام بالأمر والنهي معرضا عن القدر فقد ضل. بل المؤمن كما قال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، فنعبده اتباعا للأمر ونستعينه إيمانا بالقدر. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بشيئين: أن يحرص الإنسان على ما ينفعه وهو امتثال الأمر وهو العبادة وهو طاعة الله ورسوله، وأن يستعين بالله وهو متضمن الإيمان بالقدر، أنه لا حول ولا قوة إلا بالله، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فمن ظن أنه يطيع الله بلا معونته كما يزعم القدرية المجوسية فقد جحد قدرة الله التامة ومشيئته النافذة وخلقه لكل شيء. ومن ظن أنه إذا أعين على ما يريد ويسر له ذلك كان محمودا سواء وافق الأمر الشرعي أو خالفه، فقد جحد دين الله وكذب بكتبه ورسله ووعده ووعيده، واستحق من غضبه وعقابه أعظم ما يستحقه الأول. فإن العبد قد يريد ما يرضاه ويحبه ويأمر به ويقرب إليه، وقد يريد ما يبغضه الله ويكرهه ويسخطه وينهى عنه ويعذب صاحبه، فكل من هذين قد يسر له ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ميسر لما خلق له. من كان من أهل السعادة فسيسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فسيسر لعمل أهل الشقاوة. قد قال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. وقال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا، بين سبحانه أنه ليس كل من ابتلاه في الدنيا يكون قد أهانه، بل قد يبتلي عبده بالسراء والضراء، فالمؤمن يكون صبارا شكورا
فيكون هذا وهذا خيرا له، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، والمنافق هلوع جزوع، كما قال تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، إلى قوله: جنات مكرمون. ولما كان العبد ميسر لما لا ينفعه بل يضره من معصية الله والبطر والطغيان، وقد يقصد عبادة الله وطاعته والعمل الصالح فلا يتأتى له ذلك، أمر في كل صلاة أن يقول: إياك نعبد وإياك نستعين. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، نصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل. فإذا قال: الحمد لله رب العالمين، قال: حمدني عبدي. فإذا قال: الرحمن الرحيم، قال: أثنى علي عبدي. فإذا قال: مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي. فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذه الآية بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. فكل عمل يعمله العبد ولا يكون طاعة لله وعبادة وعملا صالحا فهو باطل. فإن الدنيا ملعون ما فيها إلا ما كان لله، وإن نال بذلك العمل رياسة ومالا، فغاية المترأس أن يكون كفرعون، وغاية المتمول أن يكون كقارون. وقد ذكر الله في سورة القصص من قصة فرعون وقارون ما فيه عبرة لأولي الألباب. وبهذا انتهت هذه الحلقة، فإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.